نعم داليا، الرسائل عدة للداخل والخارج وجهها البرهان صباح اليوم من منطقة المعاقيل غرب شندي في شمال السودان. البرهان تحدث عن أن هذا التدريب تدريب أحفاد تهارقة، وهو بطبيعة الحال ملك نوبي سوداني قديم، حكم إلى مصر ووصل بجيوشه إلى القدس الحالية مقاتلا الأشوريين هناك ومنتصرا عليهم. البرهان أكد أن هذا التدريب روتيني ولا يستهدف أي جهة، قال إن الجيش يقاتل لوحده، شدد مجددا على دعم حكومة حمدوك وعلى دعم رئيس الوزراء السوداني. البرهان أيضا تحدث عن أن بعثات دبلوماسية لم يسمها تقوم بتحريض البعض على القوات المسلحة السودانية، وأن أعين الجيش ترصد هذه التحركات كلها، وقال إنه يعني لا يعجزه اتخاذ أي إجراءات ضد كل من يتطاول على السودان. البرهان أيضا تأسف على سقوط ضحايا خلال الفترة الماضية وتعهد بمحاسبة من قاموا بذلك، منوها طبعا بدور الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والقوات النظامية الأخرى بما في ذلك الجيش والدعم السريع. البرهان يعني تعهد أيضا بتطوير الجيش السوداني وتطوير تسليحه كذلك، وقال إن الجيش يظل حاميا للتغيير، وهذا ما التزم به حسب كلامه. ويعني تحدث أيضا البرهان عن مهام الفترة المقبلة محددا إياها بأنها معاش الناس وأمن المواطنين واستدامة السلام، بالإضافة إلى التحضير لانتخابات حرة ونزيهة تبعا لكلامه. شكرا لك مراسلنا خالد عويس، كان معنا من الخرطوم.